في، مش اقول لك لا، ما فيش واحد يقدر يفتح بيت فيه، وفي اللي ما عندوش زوجته تتزوج عليه تاني من حقها، اذا طلقتيه يستاهل جيبي غيره. احترامي، وتطلقيه كيف تدين تدان، اتزوج عليكي وراح وخلاك وطلقك، روحي روحي جيبي غيره. حنا نبغى تجيب الدكتور النفساني عشان يشرح لينا. تخيلوا يا بنات، انتوا عندي يا بنات يا رجال، انتي متزوجة وزوجك تزوج عليكي وزعلتي وطلقتي، رحتي تزوجتي منه، تزوجتي برضو الرجال اللي هو متزوج. حنا يبينا دكتور. شو الفايدة؟ شو الفايدة؟ هذه العشرين العشرين. زوجي راح يتزوج علي، انا زعلت من زوجي طلقته. رحت تزوجت رجال متزوج وعنده بيت وعنده عيال، انا دخلت عليه. هذه وش الفايدة؟ والله العظيم حنا يبينا، حنا يا بشر يبينا دكتور، يبينا دكتور يا ناس. انا خاطري في سعودي والله اني والله العظيم يبينا دكتور، اقسم بالله ما اكذب علي، زوجي تزوج علي وراح، وانا زعلت وطلقت ورحت تزوجت منه، تزوجت رجال متزوج عنده بيت وعنده عيال، وش الفايدة؟ وش الفايدة؟ قولولي. انا دكتوركم صدقوا ربي، دقوز الحرمة. يلا الحين استانست، والرجل ايش يقول؟ الحين استانست مع نفسي، أنا طيب أنا متزوجة وكيف ما يجي تتزوجيني؟ لا شكرا. لا أنا عطيتك مثال، يعني كمثال الرجال بيروح يتزوج والحرمة تزعل تروح تطلق، ترفع شو اسمه الطلاق، وتاخذ سك حق الطلاق وتجلس مدة، وبعدين يجي واحد متزوج عنده بيت وعنده عيال يتزوجها، ايش الفايدة؟ زي زوجي ما دخل على دي انا دخلت على دي، ما فيش احسن شيء اما اتزوج، اتزوج شخص مو متزوج ولا عنده بيت او زوجته متوفية او شيء زي كذا، اما اطلع من هنا وادخل هنا ما فيش فايدة. هذه العدي هي العدل، صح اي صح، بس شو سوى؟ هذه حال الدنيا، وش يطلق من هنا، وش يتزوج من هنا، وش يعرس من هنا، بس صراحة لو جيت الحقيقة، حنا يبينا دكتور، يبقى يشرح لنا الدكتور لحد مسكين الدكتور يغمى عليه. يبقى الدكتور يشرح يشرح لحد ما يغمى عليه الدكتور، يطبع الراية الحمراء ويستسلم. يبقى يشرح لحد الدكتور ما يغمى عليه. ما هي سعودية مغربية؟ أنا مغربية، أنا ما سعودية، قلت أنا ما قلت لكم سعودية، أنا مغربية، ودايما أقول لك مغربية، ما عمري قلت مش مغربية،
مستحيل اغير جنسيتي، جنسيتي هي جنسيتي. نعم فيك، شكرا يا قلبي، يسلم. مستحيل، انا ليش انا اكذب عليك؟ صوتي صوتي باين. انت مطلقة، خصوصياتي ما حبش اتكلم عليها، خصوصا في بنت. بنات المغرب جمال، يعني على حسب، مش اقول لك يعني كله في جمال، وين ما تروح تحصل جمال، جميع الدول. حياكي الله، يحييك يطول بعمرك. كنا بس حنا نهزر، ما يعني ما نبغى نزعل اي شخص، بس هذا بس مجرد هزار، يعني حبينا ندردش شوي. انا متزوج مغربية وحلويات وكيوت، اكيد حتكون كيوت، كل وحدة عندها سراء جمالها على حسب، وفي الحلو وفي الوحش، وين ما تروح. الحين بس الحين خاطري في السعودية، ان شاء الله تحصل اللي انت تبغاه. ليش ما تسوقي وجهك؟ ما تسوقي وجهك، ليش اسوق وجهي؟ على ايش اسوق وجهي؟ انا سألتك سؤال، اسوق وجهي ليش؟ اكيد اللي ربك كتبه لك حيكون لك، اللي حتكون من نصيبك حتجيك. لو تكون متزوج 100 وحدة، وحدة اللي تبقى جوا قلب. انا عندي لكم سؤال يا رجال، انتو يا رجال صدق صدق امانة، جاوبوني صحيح وحك، ويكون حكيكم صحيح. ميسي ميسي، عفوا عفوا. هل كلامي صحيح ولا لا؟ لما تزوج اول مرة في حياتك، مين اللي بتكون بتحبها؟ مين اللي بتكون بتحبها؟ ان شاء الله تزوجتي حتى الان، الزوجة الاولى، الزوجة الثانية، الزوجة الثالثة، الزوجة الرابعة، مين اللي تكون جوا قلبك وعمرك في حياتك تنساها؟ والله الحمد لله بخير. انا ابغى كل واحد يعطيني الرأي. اكيد التانية اولى. تعدد ايه حلو مرة، بس انا بقول مين، مش تقولي انت، انا اتكلم انت اذا تزوجتي، مين اللي تكون في القلب اول شخص في حياتك؟ ايش معنى الاولى؟ انفصلتوا، يعني انفصلتوا، كل واحد راح وهذه راح وهذه راح. طيب ايش معنى الاولى؟ ايش معناتها؟ والله الاولى هي انها متعدد، بس الاولى هي اللي في القلب. اش معنى هل هي حفظتك وعرفتك وحبتك وحبيتيها، ولا في شيء يختلف في الزوجة الاولى؟ حتى ولو تزوج 100 وحدة، اش معنى الاولى؟ يعني اش فيها؟ بس الثانية والثالثة والرابعة تقضي نقص حق الاولى. انا مش اقول انا ليه، انا قلت لكم متزوجاتكم، انا اقول ايش معنى، اعطوني بس انا طرحت عليكم السؤال وانتم جاوبوني ايش معنى الاولى. الحب، لانها هل هي حافظتك يعني وعاملتك معاملة حلوة، ولا انت من جوا قلبك حبيتيها؟ فيه النقص حق التاني، لازم الرجال يبي يريح عمره.
لا مش حنا نتكلم على ريح عمره وما ادري ايش، حتى لو 100 وحدة الاولى حب الحقيقي يا بركة. يعني لو تجيب 100 هرمة تبقى الاولى وبس، صح كلامي؟ وانا عندي لكم سؤال، ليش اسراركم وحكيكم بيكون مع الزوجة الأولى ما بيكونش حكي كله مع الزوجة الثانية؟ هذا السؤال طرحته عليكم، ليش خصوصياتك وحكيك وأي شيء يخصك بتروح تحكيه مع الزوجة الأولانية، والثانية والثالثة والرابعة ما تحبش تحكي لهم أبد ولا تدري على قصتك فيها شيء ولا تدري ليش؟ معنى لأن السر المهنة بيننا. يعني الأولى خلاص الأولى الأساس. انا هذا صح كلامك والله العظيم للصدق، سبحان الله. الاولى انا عشان كده حبيت اطرح عليكم السؤال، هل انتم كلكم زي نفس اللي انا اعرفهم من بعض الناس اعرفهم ولا لا؟ دايما الاولى سبحان الله هي اللي بتكون تعرف زوجها كل التفاصيل وبيحكي مع مين معاها، وخصوصياته واسراره مع مين معاها، حتى ولو يجيب الثانية ويجيب الثالثة ويجيب الرابعة دايما غامض معاها، دايما تلقى الثانية والثالثة مسوي غمض مغامض معاها، بس الأولى سبحان الله أبد كل شي يحكي لها، عنده فلوس ما هو عنده فلوس، بغى شي يسوي شي، كل شي أسراره مع الأولى، والثانية ما فيش، دي من مسوي معها غموض. هذا حكي صحيح ولا لا؟